اليوم يا شباب معنا أكبر وجبة لحمة كبيرة جدا جدا بتكفي لألف شخص، وزي ما انتو شايفين عم بيسلقوا باللحمة، واللحمة أنا هون شايفها فيها حوافر ورجلين، إن شاء الله أكون غلطان. والعمال حاطين على راسهم هير نت، هو غطاء الرأس طبعا للنظافة وما ينزل أي شعر في المنتج. وضاف بقدونس على الخليط الأصفر اللي هو عبارة عن صفار بيض نعام مضروب بالخلاط مع كركم، وهون بلشوا يضيفوا بزروب الرز طبعا بإيده. مش راح احكي لكم ليش بيستخدم ايده لانه كلنا عارفين، عشان انك ضاف المنتجات كامله مع اللحمه هون. والعامل النشيط ما شاء الله عليه بلش يخلط بالمكونات في الطنجره، هاي جاكوزي مش طنجره، بتحسوا في شغلات بتلعب جوا. وطبعا هون بيستخدموا الفحم لتسخين الاكل ويطبخوا، ما بيستخدموا الغاز نهائيا. هو ايوه تم اضافه الخليط الابيض، وهي عبارة عن بودرة أطفال لمنع التسلخ وسمنت أبيض عشان تكبس على المعدة والقولون. وبصراحة بحيي العامل والمصنع، هون أشوف ما استخدم إيده نهائيا، بس لازم ما بنفع، لازم يحط إيده وأظافر إيده وأصابع إيده طبعا ضروري. وهون بتتم أهم عملية التعفيس والتعميس والتفقيس والتهريس. بهرسوا اللحمة، بتحس بضرب اللحمة بعنف، في بينهم وبين اللحمة ثار أو حقد أو شيء. بكبسوا باللحمة بطريقة تكبيس مش طبيعية، طبعا هذا التكبيس غير التكبيس اللي بتعرفوه في اللايف. ومن كتر الهرس بتحس انه اللحمة اختفت، بطلت موجودة. وهنا بتم اضافة خليط من افخر انواع الحشرات المجففة، ميكس من نمل اسود، خنافس، سواحف، سحالي، سلاحف، بخلطوهم مع بعض كلهم. بتلاحظوا عملية الخلط لا تتوقف ابدا. وهلا بسكروا احواض الجاكوزي عشان يتم طبخ المكونات كاملة. وهنا بلشوا يرشوا المي عشان يطفوا الحريقة والنار والفحم اللي تحت الأكل. وهنا بلشوا بتسكير وتبليط المدافن، عفوا الفتحات اللي كان فيها الفحم. وهنا سكرت الفتحات كلها الله يرحمهم. أيوة دخلت مجموعة المطارق، هدول معهم مطارق خشبية ضخمة عشان يطرقوا اللحمة. بصراحة مش عارف هاي لحمة بتتاكل ولا كريم لإزالة الشعر ولا معسل أرجيلي، لونها غريب. وعملية الطرق للحمة بتضل ساعات طويلة. أيوة هون أضاف السائل الأصفر، هو عبارة عن سمنة مستخلصة من حليب نيدو ولبن طائر الهدهد، تعطي للأكلة لزوجة وطعم أحلى. وهون رجع فريق المطارق يكبس بوجبة المحارق. يا شباب المنتج النهائي هو المكون البني اللي له ريحة، ألف 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 مبروك. ومن آثاره الجانبية منقدر نعرف من الألف وجبة اللي طلعت صار عندنا 317 حالة تسمم، 49 حالة وفاة، 414 مغص وإسهال شديد، والباقي في عداد المفقودين. اسم هاي الوجبة المكون البني أبو ريحة، اللي بتخلي جميع أعضاء جسمك تتفتفت شريحة شريحة.